شركان او نقون دونا ميد سنة الله اينا سوق بانقابيسي هاي ادع المباريستي وضتشيق بلش تراست ايا لغو سوابان ديگي اچند يالوا وين او لغو لفقوري ارماها سياسة دا دقالها ودين عفينتو واي كوچرتو امانك او لدقالن كارغ جحسدو اقويني هاي دستوركا دور شوينكا سياسة دا قودي ارمكالي انتي او سعودي شركان او اي كسوق ايبقالين وزيركا امنقا قودها سوماليا رئيس الوزاري هوريا سوماليا سوانا قبتي حلقة مدحوين النمية دولد قبريت كابوتلان وزير هوري تليه هوري بوليسك سوماليا حلبان هوري إيا كوو حدا قبورة دينعية دا أمنقا إيا دخالها إيا مرتشاة إيا واحد دوضها وقا أدق لغاية شي أرمها أمانك إيا دخالها وحانا ليس لقرتي إن أي مهيم تهي إن لهلو أمني إيا نبدقليا او شعبك سوماليا تكونو اللوضو لكن قار كميدا دادكي دوضها كقب غلي أيا قبا إن أمنiga أو حقاقا أي كهر ريسو دادك أو فقرiga كبحا فقرiga أو لغبحانا أي أباهان تهي إن لغفا إيديستو قيراتك عيقاقا قييقا سوماليا ديسل مركانا دالك يددكو بأي هلان مالغاشي أريمها دين عفينتا أو نغضيكو ودوضو يسو آلا دقليسك ويديي ياقب رضا دين عدقالهو أي شيغين إن سوماليا أي هشد دين عفين أي وناكسن تهي لكن تاس معاني هيدو أي سنقونين إن مركلا أي دولد سوماليا أما سوماليا بأي قادتو الدين تاس او صدنكا إيه إنكا بدان او سنبا سو سعودا أي لدالا دعان جيلكا سو كوريا سوماليا local context يو حكا جيلا دالك أنو حنا أميسان أمركا دين تلا عفيو فير فاين دين دنبال إنا لقادن Of course, because Hawaii, we know Madahalat Duluha African Kai is your third world cool. They don't shy away from taking a loan. Why? Because the inter Markala Bhina yo 20-30 years down the road, they're all dead. What didn't they? Mandola. Ya gara ya marka. Waha gara ya Abdulrahman Kamshirk had the kagaila ye, they into Dul Dhurokada tay. Aduk marka hadda, all of you, don't advocate for a new loan. Please, how are you? Yeah. وما بحنا وما بحنا وكلية عامل في World Bank وحواية simply institution building and technical support. That's all. وحال إسلا سوق هذه إنه مقدس تهي لدقان لنك الشباب يئن لتاقير إسكو ديادة اي دولة الصومالية كدوني سو سو افتريد الشباب حسا هاتيك وكل اياقبة إن هدي لغا أتكام واي الشباب اي تهي إن لغودة يوضا هذل تاس او اح إن اي اعمي سنيهين وراهد أورانيسا علقا وارف من القدي قدر محمد وامدح هيئة علم بارستي ودتشيقة بولشة تراست ايا شاكتي إن اوتشيددا اي كلا هاي إن شركان اي تهي توچين تمسكح دا يمانك بولشة دا سيلو هيلو فكر دو اي عركتي يهوفن او انفعاه دادكا يدولة دا سوماليهد شركان او سعودي لبدي مال موضي لسو دافي اينا كاقيب غلان سيدو كلا بولشوين تا سوماليهد اي كاكلا يميد قبلادا دالكان مرايكانكا يوروب اي افريكا با aya ku soo idlaaday jawi aad u degan waxaana la isla gartay inuu ahaa mid aad loogu baahnaa shirarka noociisa aan ay tahay in la badiyo si loo helo fikrado kala duwan oo waxtar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ilaaha mahadle no soo gabagabeeyay wada kulankii iyo xafladii waxaan isku waaninaynaa وانا سو بنيه صلى الله عليه وسلم وأمضوا إذ الكواني حديث وحولي هاي يا أيها الناس دضو مدو يعدان قال يا مسلم بقى أفش السلام سلام تفافية هدي اللي بقفون سلام تسكى قاعدة نعاوة هل كما يفرليان وين أدعى كرتاه إن أدوحي تجي إن يتجي نقاذتان ودس سلامتان ودهل كان بلن إلهي كل قشان واتكوا هذا الحديث أفشوا السلام وأطعم الطعام إنتينا قا جيسا قوذية أو حسية إنتي هل كان كولومبس أوهايو كو قا جيسا مسؤولية إننا قلنا وذسارا أو رباني أوي إنتي لولكي هويو كو قا جيسا أو إهل يا قرابة أنا قفك إهل كي قرابة دو أغر رأي مسؤولية سارا وي إيادنا إن قف قا جيسا وح الله لئي وح الله ترك الله ترى وصلوا الأرحام سبنو حير صلى الله عليه وسلم رحمك يا أهلك يا قرابة حريرية هو يسلمان عن هذا الشمس أذرك سلامة اسكما قادنا ولا الكي اسما أرك كرنو وحاصلنا ما لقن قفك مسلم كذا كيس أنا رحمك حريرية
وصلوا بالليل والناس نيام تكذا هبينك وصلاة الصوكعة ضدك وضجيفة وقد إذن أركيس إسنجر إلهي مويا جزاكم الله خيرا شيخ محمد ديني قد بعض ما أتسنتهاي أنا قال نحن نوافع إن شاء الله تعالى وحنا ويريا مدحا معاتك مع سي اوغا بولشا تراست قطر محمد شيره إن أي ترى هاري ركوبان سيدو كالي ضد كان أي ترى سودا وادا ما دام صحيحين ضد علميات أحبين ونكسن مصير كأمريكا الصومالية مدن الدوتشة مدح بابينيه هوري بنتلان رئيس وزاري هوري الصومالية دكتور عبد الولي قاس مصير ردي هوري حل دماننادا سراكيشة elected officials academics حبيب ونكس أنا بقول هذا يا مقعد بولشا تراست وحرمانا هذه كجمع هالعليم نسيت أوصل أشيفتين عسوم مدن هذا أما أوصل قبل شهر شركة لبعض معلومات سعودية الأولى في جرعي لقطة تشينا هي مسح يمانكا إن درجات الصوماليات مدح الصوماليات أقويها الصوماليات خبرة الصوماليات مانتا قلن كده حين أوصل قبل جوابي وحى إلهي بمهد سكله لكن وحى مهد سكله تطكي شركة عن قيمة وصل صفري أنتي قبل قاعد السين أنتي مسكح ذو ذا إيو أقومت وذا أهرتي وأتبرع ذي إن أي تجوابان وح ربيتانك شعبك الصومالي ملك استو إيشودان وح لودا وأنا شركة لبدي مال موت ونضافتي سيل لايف أو توسع وحن هنا فيدباك بوستيف أما في العلم طبعا أو آدي آد وفي عن أو أيدتكو نقول دي رجلين يان هوشان عوضني إن هيد من لو بحنا وأنا دي كلمة العلم يا دور كي أتك قاعدتين وحن نسو استعجل إن أنا دين مهد عليو أو أنا دين شغو إن أنا آد وفرح سنة هاي تاجر دين بولشا تراست really exceeded my expectations. وحان كفي ويوي هي وحا اي سمايين وحا اادو كلا دوان وي وحا لايا هاي اد يا اد اي اد وما سنتهين وحا لايا keep up the good fight for all of us. دقال كات اد نوو جرتان دمان تير انو هاي راي لايا you know what وحا سلايا هاي قوشا iyo barnaamijka quruxdiisa ya barnaamijku wuxuu ficilaa maaha hadana uu qurux badnaa maxaa dhacay gabdho qurux badan baa hoggaaminayay ya wa marka aad islaadahay su'aal waxay tirahdaa bulshashalana ku dayo war wadankiina ma ku dayno hawo qurxiyana ya and طبعاً خد بالي هذه وركة يجي شل يوم ما أنت أيام اللي رنتي هذا عن نص استأجوك هلايا نمبر ون إنا مهندنا غنو نمبر ون إنا نبورينه بقاعدينه هل كلمة أن كإيرا هذا ده كهنا دبده شوقة أو دياسبرا ده رنتي دياسبرا ده يام بين لسوشيغي مركي حق اللي تشوغو أرغمنت يضوض بأسكا جرت ليلة هذا الدل تشوغ يدي بات تشوغ مركا رنتي إن بضان أو كاميدي يعني سوماليا لايف لاينكا كتشيرا وهو أغبر بتشوغتوها وحي قيبكا قاعتان أريمه النقالها إيكونوميكيسكا وحي قيبكا قاعتان أريمه برشاد اجتماعيكا وحين قيب ويكون سياسة الصومالي. وحن رأينا أمهات عليو إن بولشو تيم ك بولشو تراست أي هو قاميسو ولاشين قطرة إن أسوأ أبابوري شركة ريالي وحقو أول كأ وإنتان ومدى سوكيني وحن عمين سنة هنا إني
دارين واحد لون في عن كسب بحدونا سهرة لغوص السعود واحد ربع كلية إن أن أوجههم بليه رنتي topics كلا سوق عتيه and inclusive politics and security and إنه مهم ويهين لابدنا سكوح رهين من نمت كلام أنك كافتو من security أنا ما هجاجا هدانا politics كي inclusive politics ده كإن إن دريمن إنه واحد كله يهين and شريف علي أدمي أنت and وحنا من سنة هاي أنا ودك وحنا كل نقضي أنا دور إلى وقت سنة كما كان in December 2010 and maanka san xamar ka dhigay airportka iyo maanta oo hadda June aan ku noqday Soomaaliya ku noqday soo noqday runtii horumar aan caadi ahayn oo wadanka sameeyay horumarkaas la sameeyayna dad badan ayaa wax u soo sameeyeen sacrifice aan caadi ahayn maanka aan xamar ku noqday 2010 waxaan xusuustaa jidka kaliya oo la mari jiray wuxuu ahaa jidka Makka al-Mukarrama hadda dawladda ka socotid marka maraysidna waxa la iska ilaalin jiray meesha u dhaxeysa dhismooyinka u dhaxeysa waxa lagu ur wax lagu mari jiray xoog sibka shiish inuu saaran yahay in kale cabsi noocaas ah jirtay maanta waxaan soo gaarnay waxaan xusuustaa 2011 kii August ayaa shabaab magaalada Xamar laga saaray sidii markiina gobollo badan iyo degmooyin badan laga saaray haddana dagaalkan socdo oo shabaab dadkii shacabka inay sabab u yihiin la dagaalamayaan dawladdu ku taageerayso waxaan jeclaan lahaa walaalaha diaspora jooga gaar ahaan reer Ohio in mashruucaas criticism-ka laga daayo la taageero dawladda sida ay ku taageeri lahayd dadkaas ummadaas kacay oo dadkaas ay iska qaadaan rabaan dhamaan madaxda sharafta leh oo ugu horeeya wasiirka amniga ee Soomaaliya Doodisho madaxweynihii hore ee Puntland ahna ra'iisul wasaaraha hore golaha wasiirada ee dawladdi hore iyo dawladda hadaba xildhibaanada sharafta leh marti sharafka halkan isugu imaadeen haweenka generaalada halkan fadhiyaan oo aan la sheegin magacooda iyo bahda saxaafadda dhamaan waxaan ku salaamaa salaanta salaanka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horto shacabka reer Ohio Columbus oo ah dad aad iyo aad u fiican Soomaalnimada jecel ee maanta isugu keenay intaan madax ah oo ka kala duwan oo ka kala imaadeen ee adduunyada oo dhan waxa waaye aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaa hay-addan bulsho trust waa hay-ad horto aad iyo aad u fiican oo sharaf iyo karaamo ku leh sida hadda shalay iyo dorada shirarka halkan ka socday Soomaalida falcelinta ay ka soo sameynayeen hadda waxay idinka dalbadeen in aad dib u heshiisiin sameysaan oo aad ku darsataan intaas marka wax qabateen insha Allah taariikhda idin xusid doonto waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa sidii madaxda iga horreysay iyo mas-uuliyiinta iga horreysaba sheegeen bulsho trusti waxa ay soo bandhigtay aqoonta ay soo bandhigtay dad cilmiyeedka ay soo bandhigtay dadka kala duwan ay u yeertay ee hadda qofkii halka soo istaagaa markuu isha u mariyo wax aad loogu farxaa waa u maad cilinaaya waxaan leeyahay hore ugu socda waxaan leeyahay sii kordhiya waxaan leeyahay sanadkiiba mar qabataana waa u baahannahay lixdii bilood mar ka dhiga waxaa noo dhammaaday shirkii si qurux badan noogu dhammaaday waxaa u mahadcelinaynaa ama u mahadcelinayaa bulsho trust iyo madaxdeeda walaashay qaali qadro maxamed shire waxaan kaloo u mahadcelinaynaa wasiirkeenna amniga ee isagoo xanuunsan dhul dheer nooga yimid na dhex fariistay nala joogay aad iyo aad baan waan ugu mahadceliyo marka ugu horeysa runtii bulsho trust
runtii waa kulankii labaad aan ka soo qayb galay hadeer kii laasiyona waa joognay walaasheen khadra shire mar fadla mar halo socdiyo marka waxaan rabaa runtii shalay ima soo tegin la imaado marka alxamdulillah farxad bay tahay maanta laakiin aan idina joogo waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahadcelin runtii bulsho trust iyo boardka runtii shaqo wanaag runtii ka wada baahida loo hayo bulsho trust runtii waa wax la soo koobi kara ma aha iyo baahiyooyinka runtii soomaalida qurbaha ku nool iyo kuwa soomaaliyaba runtii isku xirkaas oo wax ugu badan ay ka shaqeeyaan marka runtii mar labaad mar saddexaad ugu mahadcelinayaa farxad bay tahay inaan arko madaxweynihii wasaarihii hore soomaaliya dr cabdiweli cabdiweli gaas wasiir doodisha isagana fursad waxaa isugu helnay inaan muqdisho ka soo aragno markii aan bishii may aan tegay kulanka dhallinyarada oo ka dhaca sanad kasta muqdisho baa isagana wasiir ku soo bartay saaxiibkii sadiiq warfaa wasiirkii horena isagana waan salaamayaa runtii waxaan u malaynayaa reer ohio saxan bay wada yaqaanaan ama baahnaan asbaro laakiin dad badan baa jira arestate wajiyo badan baa u jeeday cusub marka magacay waxaa la ismaaciil cali maxamed waxaan ahay xildhibaanka deegaanka saddexaad oo haddeer aad joogtid xildhibaankiina idin ah marka runtii dadka arestateka mise magaalo kale ka yimaada runtii kusoo dhawaada deegaankan gobolka ohio saa ula socotiin laba qof baa ku fadhiya xil aniga iyo walaashay xildhibaan muniir cabdullaahi oo maantana la joogin safar ay ku maqan tahay marka anay tiri ismaaciil waa daa'im masala marka runtii hadafku waxa waaye runtii inaan idinkugu mahadcelino bulshada weynta se sharafta looga soo qayb galay waxaan marka hore inaan roona blasan siina from ceo the board keda to volunteers keda bulsha trust amazing work waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo marti sharafkeena meelaha kala bedelan oo kalfoog ka yimid special guest from Arab University martida magaalada reen columbus waxaan rabaa hoogaa hordhac yar inaan siiyo columbus columbus waxaan degenay muddo ku dhow 30 sano dad badan oo waxaa degan columbus soomaali ballaarana dhaqaale ahaan maanta dhaqaale laga hadlaya wax soomaaliyada columbus ama ohio degan gobolkan waxay kusoo kordhisaa sanad kasta 2.9 billion not million billion oo joogtaa waxaan ku leenahay ku dhawaad 20,000 oo small llc ah quwad aada u ballaaran baan ku leenahay dhinaca dhaqaalaha laakiin xoogaa siyaasadu hadda curdan baan ku nahay anigu shaksiyan hadda waxaan ordayaa magaalada gudigeeda district 5 waa mid aan aada u rajaweynaya waxaan samaynay polling tiro badan pollingkaasuna marka wuxuu dhisiyey dhiirigelin aad u fiican marka aan baaritaankaasins aan samaynay haddana waxaana kaga baahan yahay laftigiina dadka reer columbuska iyona waxeed ku nool ti iyo caqli iyo talo iyo wax soo jeedin laba maalmood baa loo fadhiyey waana la soo gunaaniday hase yeeshee bulsha tarasi waxaan kula talinayaa si maskax badan baa weli cadibanaya saddex maalmood laga dhiga fadhiga dambe ama isbuuc inuu kuu socdo anigu waan u hambalyeynayaa isbedelo badan baa socdaa sideedana maamulka ama dowladnimadu markii aanu si gaaban u tilmaanno waa wada garanaysaan waxa weeye ciyaartan bilyaardiga la ciyaaro ninka ciyaarayo iyo inta daawanayso waa kala maskax fog yihiin So Ohio, especially our out-of-town visitors, we fancy ourselves here to be the crossroads of the nation. Tonight you have made us the crossroads of the world, and we are very honored with that fact. I also bring greetings on behalf of the Columbus Council on World Affairs, of which I am a board member. It is our mission to make sure that young people are equipped to understand global issues, and so you being in town tonight provides a great role model for that. I will say I am amazed at the number of people in this room. Thank you. Amazed the number of people in this room committed to working together for the good of Somalia. And I'm glad that at Otterbein we play a small part in that. What we fundamentally believe is an interconnectedness, that what we do here affects things in Somalia and what happens in Somalia affects us here. We have to be bigger than our own backyards and what's happening just near us. And that's what we teach at Otterbein, because the reality is global climate change affects drought in Somalia. Even though it was not those people's fault in Somalia, they will bear that burden, right? The war in the Ukraine, the war of Russian aggression in Ukraine, affects grain shipments that affects the people in Somalia. Not their fault, but we are interconnected in that way. And it is our goal at Otterbein University to make sure that every single student understands how this world is connected, that what we do has an effect on our neighbors and our loved ones around the world. Waxaan halkan mahad uga jeedinayaa hadduu ilaahay yidhaahdo walaalaheen bulsho trust oo hawshan wanaagsan
نصو قبان قابي حغاير وان كدوان انا يا فكرة ديدان واي وحيان مغلاي اني وحان قبا صوماليا وحي اوباهان تهي رول يداعد وحان كوضا وحاواي قفك مسؤولك حدوثا ودن كداعد وهاي مركا وجوغو عرقلها كهري ماذا وسرمت كشيغين مركا وكتاغو وسنوشيغين وحي خلالة يا كداعي يوحو صحي وحنو ملاينا يا أنا انت فريا يا وزير كأمنية صاحب كي دودش وحنو نقول يسا عشر صابت وحو قفك وحو وحتر لي هاي هوشي سلا مغلايا مركا وكود حجرو إن شاء الله مدحة يسرى عندي سنة سراكيشي عندي سنة آدي أم حسين لكن أنا حقيقة وحي أن فيلاي ما مغلب صاحب كي وحي حسابي أنا هاي أنا وحنا حسابي باي بروفيشن نمبر هذا كفينا وقرنا وان أرنا مركول علي إن شاء الله هو ما حسنته أنت أسان كجد وانا هاي شركة الله الرئيس وحن أدو ما دعلنا يا بولشو تراست أنت مفدي تجاي فدي كفي عن إما سومرين أنا يفدي كان طلبات عبدو كرباش الله بحذي أنا كرباش الله بحايا إلهي وحوله سبحانه وتعالى ما شو في عن رفرنس لقاطة كتب كإلهي سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما وفي رسالة آية أحبتي في الله دو يفقى أن وحب بكجر ومعنى هدي معروف يفلين بلشو معروف يفلوسا إحسان وفلوسا دبنا ويهشيسينوسا هشيسكي مركع وحال ربا لكن نيذي إني كاغو أناتو إن صومالي أي إسنا تعرفتو طلبات بوينتي أو وحنا أكو باللومين يقص كان لما تابنين إبليس اللويمد إسماعيل وفد يا وين مغلا يا تومني شن سنة كوران كشيء ما شسنا فدي عن وظ فديني أصومال سيم الله دهاي وحد عذي إبليس ورد فورا هست اللويمد واشنطن ور إبليس من نسنجرين ما أنت محاكو دارا لي راضي وحير قلا بشقل إيجا قال ربط 4.5 كانين وير مركانية بشقل والدي خاص وحكم الصعنة يا والله إلا الله نقول لأنه دل الظلم أن رنس كشاجن ودنك واجعنا أن يسكرنا كل شيء يسكرنا كسو كري صومالي وحكم صبرتي ما قرت جزاكم الله خيرا وحبذنا وسوي جوجي هدي للربيع إن لقبه حديث كان رسول كقات سورة النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب وفي رسالة حديث كاس هدي لسكية ماذا مدني ما هديت ماذا رحمة إلهي وسود جيسا هدي تفرار قيمانا سيدا هدي نقص القصة عضو عذاب إيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أنتي يا ما هذا على سوكا وبكرين أنا لك القصة الجديدة والله عليهم بلش تراست كواسوسكو هالي هاش ما أنت أنا لك نسقون من الإمام الكان تما بلان له وعن له ما هذا حدين كجادو سيدا كلا تقصوا قبل قال ياشا قاسة هو جان كسر إيه ما لحد لنا وزير ده ما لحد لنا ياشيني هذول لو كروا يعني عن استرعسة كنا فيه ما يه لكن بريان وحن لنا حلبان كسر جد قبل كمان يعني قبل كان كلام بس هايو وعن سقى سهانات عن لا يعني ولا كي دوديشو رونانتي ويلكم تو كولومبوس وعن سأدو فرعسنا هاي عن رونانتي عن سوق بكن سيد ألمانتا ديسكاس كخيمة بدل لأن وصل بنيك تهدان أير كولومبوس خيبت الدين عفدة deen aqintaas oo run ahaantii na waa taabatay waxaan leenahay hore ha lagu socdo een waa runtii arin aan isleeyahay alxamdulillaah oo taariikhda gali doonto waaye inta martida ay noo ah ee halkan isugu timid een daafaha adduunka meel walba ka yimaadeen qof walba waxaan ku salaamayaa maqaamkiisa iyo mansabkiisa waxaan leeyahay waqtiga aad soo horteen umadiina mas'uuliyadda idinka saaran kulan ahaan een kulankan maanta aan idin kugu yeernay
وليبا أقول يا هنكني في كولومبوس أوهايو قبل ويلا السوجيران بولشو تراست أو معناه دو يهاي لما أريه أصله صعدا ومنا ويهاي إنجليزي منا ويهاي سومالي بولشو وبولشدي تراستنا وحوي وهنتي إسأمنادي أما كلسوندي مركزي عن أون نقرنه بولشو كلسوندي دي دم استران هنتي أن عنده كرنه مستقبل كذي أتشانيسا وحماش الله وحسي لجهد لي قف والبروفيشن كأكو آدي هاي مسؤولية وساق بتيه وحيابه وكل كل مي وحنيه كرا وعند حلقل وعند حلقل أولي بقبض كقوة هذا النور مي قوة قوة ساس عضة مركي يسأل نقول ده الله ده اللي بيحيي إن لسكا هالله يوم اللغتين يسألوا أنت مدارس وكان إن شاء الله وجدك أسبوع يجهن أنت أذكر نوحان هذا نقلنا الله رحمه كان رسول كلي أنا نروح بدل ما روينا كهذا وعربا هنا كهذا أردت أن خويه كسامالية إيوه لبعض هذا حيسنتا إيوه سيدا موضوع لوجه نقول كونت هذا كونت هذا هوين كي يبارنا معك خويه سامالية أو مالك استأوك الله هذا فاهم أن ميس أيام يكسر كده أو ما مقبلات كأي شوك تحرير كأي للي هاي أي تاع عشور كريم مقاطو أو سرفايف اللي يسترجع الكوتشر ده محي معناها وصل مين ساكون تلاها وينك إنها بعيد يا مالن دمر كده هي حق دمر كده أنا أي كون تلاها وينك كهذا وأنا رجنا يونايتد ستيت ستيديا ده أي هواين كل شيء ليتر كوكو بدهين دمر كده قاني دريال ديرا هذا كمان هران كمان دريال بند ستيديا ده اللي شيء ليتر كوزر كوكو بدهين هاي هاي كلام مسوا هاي أدب أوفر حسن هاي إن أدم جسين قيمها إلا هاي أرمها سومالي لغوا هذا لغوا هذا مارت حاجود ولا سوي مادو مرتدى لسود ويو شركة نوعان وقرا الله قيب قالوا مركرنتي فرحت بي بيجرني سام أنا جو إذا كم إذا أو خوف أنا إن أنا هرير قلم بس وهايو إن وحن ما هتجارة بعد الله سبحانه وتعالى علنا يا وإن وراش إن خطرة إيو هي أدى ماركتي شركة سوء أبو شيء ورنتي إن أودي رقالي مد أبابل مد ماركتي مرتقات يعني هول أدو علوس بلدنا قطر أيو ولا لاحقا لو برنامج كان سوء سمية أدبي ومهتسيهين حواركو وحو كم ديهاي وحيابا هدق السودوية سومالي وحي تلادا ورحلا تلحلا داد كالاور لعايا يسوي مد كالاور قاتي فكر كالاقاتي فكر كوحلقا يلاينو كدو يهكي هراد وحيستي مركا سومالي داننا وحنانا مقان حواري ولا هلو طبعاً فلك دورك حوار ما حوارك وحوابتك اللي سوف فني ودتك حافظها كوكال الجرا أي سوي ما ذا أي كوكال رأيها وغير هاي كوكال قاتان مركو حنزل أي هاي أن أنسود وين برنامج كنوع عنو كلا سومالي لفت هذا وبعنده ما شكليه أن كوارك وحوار سير كل سوي ما ذا لو قفته وقروي مقالة قروي بنتلان waxa ka jira urur la yiraahdo BDRC mar alla ma qof siyaasi ah ama aqoonyahana oo magaalada goor uu yimaado dadkii loo yeelaya kulli wala soo imaanaya dareenka waxaan la wadaagayaa saaxiibadii horey bulsho trusty iyo shaqada ay qabtay inay shaqo aad iyo aad inta loo soo raasmay waxaan uga madalinaynaa bulsho trusty ee Columbus gudahan Ohio Mareykan iyo America waxaan muujisan kaalin مدهمود كهيدين عاد صوبة اكتاولين عاد رمود كتين وحان جعلا هاي دور قضب انا تابتو دور ادي ان مركان كهاد لان العلاسة الجراء دادالة دادالة مركلا بحنا بحيت هاي انا نعدين انا مسؤول نحي ودور ادي عديسو وحي هيسو انا مسؤول كتاي ان الديبان كشين دين كان دور ادي نوكو جيرو هو كاسي لاندد صوماليا دي ديگا صوماليا لولي باتين هيني وانا تاسم بكين نسا انا قبتين تا نلاقي قادر سي امنيجينا herka iyo dhulka ee badal aanu ilaashanay si shabaab aan waad kaana waa u baahanahay raqabteen in la qaado si shabaab aan waad kaana shabaab loo baahan karo ake loo baahan karo waxa loo baahan yahay diyaarado waxa loo baahan yahay madafii raqabteen ka waxay dareen u tahay in shabaab laga kaana maxaa deen afinta laga hadlayaa maxaa shuruudaha badan loo marsiinayaa benchmarks maxaa loo sameeyaa commitments ka maxaa loo qabaa waxa la rabaa in la ogaado britain dii deen la siiyo أنا نسيت هذا لو بحليني، ده المسؤول أنا هاي، إن عدي. مطلوب دونك بخل صور هذا المسؤول هاي. أيادين تدل على فاية. تدل على هذا السؤال، شقيك اللي قبلنا إذا ما أنتوا
waxay u adeegayaan in mas'uuliyadeen aan muujino iyo meesha aan soo gaarnay iyo bisadda dowladnimadeen ay soo gaartay. Waxa aan idiin sheegi doonaa wixii ka soo baxay shirkii, wixii ka soo baxay ayaan idiin akhriyi doonaa dhowr qodoba. Aniga oo ka mid ah guddiga sare ee bulsho ama board of directorska waxay yidhaahdaan magacooda anigoo ku hadlaya, marka taas horta waa iyadoo waa mid cudurdaar yar baan laakiin samaynay. Lixdan qodob halan ku qoran hadda ayaa laga soo saaray daawaha laga qaaday, way cusub yihiin. Dabka laga soo qaaday, haa, af ingiriisi bayna ku qoran yihiin, af soomaali baan ku sheegay. Marka kolley waa higaadini, laakiin guud ahaan sidaa waan dhaamaa. Oo haddii agaga aniga laad aragto, guud ahaan waan dhaamaa. Ee waxa weeye ma halka daawo laga soo qaaday, laga soo qaaday daawo. Shirku magaciisa waxa lagu tilmaamay af ingiriisiga wuxuu ku ahaa International Conference on the Situation in Somalia, oo ah shir lagaga shirayay, shir caalamiya oo lagaga shirayay xaaladda ka taagan Soomaaliya hadda xaaladeeda, oo ka dhacay Columbus, Ohio, bishan 12-13 ayuu socday, 2023. Lix yar oo qodoba yaryar baan ka soo qaadayaa. Waxba ku dari maayo inaan wax ka dhimaasay waa suuragal. Oo anigu accountant baana, accountantkuna had iyo jeer conservative weeye, waxoogaa qun yar socod, marka wax kuma daraan laakiin waxbay ka yar jari karaan. Marka waxbaa ka maqanahay laakiin waxba ku dari maayo, taasaa khatarta ay tahay. Qodobka ugu horreeya waxa weeyaan, shirka wuxuu ku bilaabmay sidiisaba iyada oo ma garanaysaa la saaray focuska, la saaray ama la saaray leerka la saaray arrimaha nabadgelyada, gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo argagixisada ayaa xoogga la saaray. Dad badan oo meelo dhinacyo badan ka imanaya, waxay afka qalaad lagu leeyahay multidisciplinary ka imanaya, ayaa soo jeediyay talooyin fara badan, ku sameeyey xilil fara badanna ku sameeyey, oo ka hadlay waxyaalaha hortaagnaan kara, dhibaatooyinka dhici kara ka hadlay la dagaalankaas. Ugu dambeysa waxaa aad loo ammaanay dowladda Soomaaliyeed ee federaalku howlaha ay ka qabatay la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab ayaa xoog la saaray oo magaraasa la ammaanay, aad loo ammaanay, isla markaana lagu taliyey meelaha ay xurgufyada ka jiraan ee dabcan ka imanaya wixii ka imanaya magaraasa caqabadihii, in lagu xililo si nabad ah, si nabad ah in lagu xililo. Waa qodobka koowaad. Marka qodobka koowaad muxuu u badnaanayaa? Taageerada dowladda lagu taageero arrintaas, iyo in meelihii wax ka sii yar jiraan lagu xalilo si nabad ah, micnaheedu dadka isira laayay waxaanu ahay. Ta labaad, wuxuu shirku isla gartu arkay baahida loo qabo in la dagaalanka argagixisada la dagaalamaya oo noocyo badan yeesho, oo aanu ahaan keliya mid military, aanu ahaanin ee noocyo badan uu noqdo in xoogga la saaray, isla markaana arrimaha dhaqan dhaqaale ee dadkana aada loo eego, nabadgelyadoodana isla markaa dadka shicibka nabadgelyadiisana aada iyadana loo eego, iyo iyadana la isku raacay oo xoog la saaray. Waxa uu aada uga hadlay shirku markaa isku sii raacay in si degan oo harmonious, wixii afka qalaad lagu yidhaahdo ah, in ma garanaysaa loo taageero arrimaha nabadgelyada dowladdu waddo. Ta saddexaad, waxa la isku raacay waxa bixi doona ciidamadii nabadgelyada ee nabad ilaalinta ee ka socda Afrikaanka haba baxaya ee ATMIS, bixitaankoodaasi waa in si fiican looga fiirsadaa, isla markaana la eegaa ahmiyadda ay leedahay in si degan oo aan turxaan lahayn, isla markaana nabadgelyadii ama security-gii aan khalkhal gelinin ay u baxaan in xoogga la saaro. Waxay bixina magaraasa hadal badan. Waxaan soo istaagay anigoo ku hadlaya jaaliyadda Soomaaliyeeda Columbus, magaca duqa magaalada iyo degmada Columbus, in aan idiin mahadceliyo martida qiimaha badan, madaxda iyo mas-uuliyiinta maamuuska mudan ee shirka ka soo qayb gashay labadan maalmood ee duurkuda fadhiday warmurtiyeedka qiimaha badan nala wadaagtay oo ugu dambeeyey warmurtiyeedka ka soo baxay kulankii labada maalmood socday xuseen wasamano akhriyeyey
oo balan qaaday wada shaqayn iyo in dadaal aad u baahad weyn laga galo wixii lagu gargaari lahaa gacan lagu siin lahaa waddankii iyo dhulkii hooyo waxaan aad ugu mahadcelinayaa qabanqaabayaasha Bulsho Trust magaca Bulsho oo bata aadan akhriyay maqta jaaliyadii baan ugu soo dhacday jamhuuriyadda soomaaliya ku soo galo bata jaxa iyo xalraadintii ugu dambaysa waxaan rabaa inaan mar kale u mahadceliyo walaasheen Khatra Maxamed leadershipkeeda iyo agaasinka gacanta geysa waxaan rabaa inaan u socdisaan xaqiiqdii shaqadaad qabatay waxaan rabaa kale inaan xuso boardka Bulsho Trust oo ugu horeeya Maxamed Xuseen Maxamed Dr. Maryam Ducaale Dr. Cali Saciid Tahi oo kuna jiray panelkii kana hadlay panelkii iyo Dr. Bashiir Looyaan oo isaguna dabaqayaasha ka mid ahaa aada baan ugu mahadcelinayaa waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed dad maqasheen wax badan Minneapolis baa number kooga de hadda waxaan u malaynayaa inaad rajaynayna inaad naga geysaan martida dunida dacaaladeeda ka timid madaxda waaweyn ilaahay baa weyne shalay iyo maantaba contribution geystay waxay gelisay dhalinyaro badan oo shirka kasoo qayb gashay oo soomaaliyeedi diila tiro badan waxaan engage garaynayay dadka marba miis baan tagayo af soomaali cusub ee dhalinyarada xitaa barteen waaweyn oo madaxda bulshada shinaa oo timid aad baad u mahadsantihiin meelaha subxaana wa taala.